السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو طبعا للإجابة عن التساؤل الذي طالما سألتموه مرارا وتكرارا عن السبب المباشر أو الحقيقي لاستعمال المافينز ولا المادلين. بصراحة أخوتي أنه هنالك سببين أو حالتين أستعمل فيهما المافينز، سنشرح حالة ونترك الحالة الأخرى لفيديو آخر إن شاء الله. الحالة الأولى أستعمل فيها المافينز مع جرعة من الواي بروتين وشيء من الألياف مثل مكمل اللاكتوفيبر أو السيليوم هوسك، ولا مثلا استعمل ملعقة من بذور الشيا أو بذور الكتان. والسبب الرئيسي الذي يجعلني أستعمل المافينز هو ثلاثة أشياء. السبب الأول احتوائها على الكارب المعقد. كلنا نعلم أن المافينز طبعا تصنع من فرينة القمح، وسواء كانت لا يهمنا نوع فرينة القمح، في ناس يقول لك مثلا في T45, T55, T150، هناك الكثير من أنواع الفرينة، لا يهمنا النوع. نحن نعلم في الجزائر يستعملوا T45, T45 منزوعة الألياف والمعادن، لا يهمنا ذلك. فنحن نستعمل الألياف للحد من الإنسولين سبايك. السبب الثاني هو احتوائها على السكر أو الكربوهيدرات البسيطة، وهذا ما يعطينا طاقة على المدى القريب. والسبب الثالث هو احتوائها على بيكربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم تعمل عمل مشابه نوعا ما للبيتا ألانين، فهي تحد من عملية الميتابوليك أسيدوسيس، ما يتركنا نتمرن لمدة أطول. هذا طبعا خوتي، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، إن شاء الله كان قصير وما طولتش عليكم. ساعدونا أو دعمونا بالتفاعل. شكرا على حسن الاستماع والمشاهدة مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.